السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم. اليوم جئنا بفكرة بسيطة لكنها مفيدة جدا. الكثير من الناس لديهم مشكل في السماعات لأنها تضيع من هذا الجانب بالضبط. جئنا بفكرة بسيطة لكنها مفيدة، تابعوا معي أصدقائي أعزائي. كما ترون أصدقائي أعزائي، الكثير من الناس يعرفون هذا السلك الذي يكون في القلم، يكون داخل القلم، ولديه منفعة كثيرة في هذا في هذه الفكرة. لقد قمت بإدخاله داخل هذه السماعات لكي لا تضيع من ذلك الجانب. شوكولاتة. أصدقائي أعزائي، إنها فكرة بسيطة جدا لكنها مفيدة. إذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك، ولا تنسى بالضغط على الاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. وشكرا.